كل متابعي جريدة المصرية في كل مكان، معاكم نوران جمال من محافظة الإسماعيلية. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين، ما يحلاش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلا بحلاوة المولد القديمة. عروسة المولد بتاعت زمان والحصان بتاع زمان يعني ليه طقوس خاصة بالنسبة للناس بتوع زمان الجميلة اللي عارفة يعني إيه أصول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. عشان نشتريها لازم نروح لأقدم حلوانية موجودين في الإسماعيلية، حاج ناصر يعني من أقدم الحلوانية اللي موجودة، اللي ورث المهنة أبا عن جد. هيحكي لنا يعني تاريخ عروسة المولد بتاع زمان اللي هي حلاوة المولد، عروسة حلاوة. أهلا بيك. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ كل سنة طيبة ومنورانا، وكل سنة طيبة ومولد نبي شريف على الخير وعلى المصريين، ويا رب كل سنة كده نحتفل ومصر بخير وشعب مصر دايما بخير. الله يخليك. احكي لنا بقى ايه حكايه حلاوه يعني العروسه الحلاوه. حضرتك العروسه الحلاوه دي من الفاطميين، من يمكن مثلا من 200 300 سنه كان احتفال الفاطميين في مصر هو العروسه الحلاوه، وبهجه بتدخل البهجه على الاسره. ما كانش مولد النبي، كان زمان ايام الفاطميين الا هي عروسه الحلاوه، بس كان حصان او كان عروسه، وكان بيتصنع من السكر. حضرتك السكر 100% وبيتصب في قالب، وكانوا يديله الكريشه والزواق، وكان يعملوها عروسه زي كده ولكن بحلاوه بسكر. بحلاوه بسكر. فحضرتك دي من يعني هو كان مولد النبي بيبتديش الا هي بالعروسه والحصان والسفينه زمان. ده الكلام ده من مثلا من فوق الفاطميين بقى حضرتك، يعني ممكن عهد نقول بدات تختفي من مصر في قد ايه؟ حضرتك بدات تختفي بقى، بدات ان بيدخلوا فيها الوان وكريشه ودبان، فبدات الناس بتبعد عنها وبداوا يرجعوا للبلاستيك. احنا بقى لنا سنتين ثلاثه حضرتك بنعمل العروسه الصغيره الجميله دي، ونغلفها بطبعه بحضرتك استريتش جميل، وبنكتب عليها تاريخ الصلاحيه، بحيث يبقى العيل الصغير بيجيب طقوس سته وست سته في اسكان العروسه او الحصان او السفينه. لسه مستمرين حضراتكم هنا في المحل، يعني اقدم محل يعني الحلوانيه اللي موجوده في الاسماعيليه، نقدر نقول ان حضرتك لسه مستمر على الطقوس القديمه. حضرتك طبعا احنا نفس الطقوس القديمه، القرص الحمص، القرص السمسم، القرص السوداني، حته العلب. بدانا نخش بقى في الحاجات اللي هي جديده، اللي هي القمر الدين، القشطه، النوجه. حضرتك دي مهنه يعني احنا ورثينها عن جدي وجد جدي، احنا من 1955 اسماعيليه، بنعتبر من مؤسسين حلاوه المولد في الاسماعيليه. نقدر نقول دي سعرها كام؟ دي حضرتك 20 جنيه، حاجه بسيطه خالص يعني. 20 جنيه. ارخص من كيس شيبس. ودي بكام؟ لا دي حضرتك العروسه دي مستورده صيني حضرتك، وفي مصر عندنا. بتبقى بكام بقى؟ بيبقى في حاجه في حدود 150، في حاجه في يعني زي الحصان زي ده. يعني القديم يكسب. طبعا 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 حضرتك. طبعا بيبقى ده موجود في كل واحد حسب ذوقه وحسب ظروفه. لسه في اقبال طبعا على العروسه الحلاوه. طبعا طبعا العروسه الحلاوه ده رمز مولد النبي، يعني هو بيعتبر مولد النبي هو الحلاوه الحمصيه، والعروسه الحلاوه اللي هي كانت بتاع زمان اللي هي على الكريشه والحاجات دي. فكل سنه طيبه يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب وبالف خير يا رب. شكرا ليك. شرفتونا، وكل سنه وطيبين، ومولد نبي شريف علينا وعلى مصر وعلى شعب مصر دايما بخير يا فندم. شكرا ليك يا فندم. زي ما حضراتكم شايفين دي قصة حلاوة العروسة الحلاوة والحصان الحلاوة في يعني محافظة الإسماعيلية، واللي يعني ما زال هناك توافد من يعني أمي ووالدتك وكمان جدتي وجدتك، اللي ما بيحلالهمش حلاوة المولد إلا بالعروسة الحلاوة والحصان الحلاوة اللي بيهدوه لأحفادهم وأولادهم. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الكرام على جريدة المصرية. كان معاكم نوران جمال من محافظة الإسماعيلية.